سنشاهد هل سيتعاقب عليه أم لا؟ ما هذا الموضوع؟ ماضي. لم يتعاقب صديقنا علي على هذا اللون، سنجرب لون آخر. ما هذا اللون؟ أسود. لم يتعاقب صديقنا علي على هذا اللون، سنجرب لون آخر. ما هذا اللون؟ بنفسجي. لم يتعاقب صديقنا على هذا اللون بسبب حاسة النظر، لأن حاسة النظر غير مريحة. عين زميل سوف نضرب عيناه فليقنع عبد الرحمن وسنعرف عليه بعض الأطعمة، هل سيتعرف عليها أم لا؟ ما هذا الأطعمة؟ نضرب على صديقنا عبد الرحمن حاسة الشم وسنعرف عليه بعض الأطعمة، هل سيتعرف عليها أم لا؟ ما هذه الرائحة؟ لقد تعرف صديقنا عبد الرحمن على هذه الرائحة بواسطة حاسة الشم. ما هذه الرائحة؟ لقد تعرف صديقنا عبد الرحمن على هذه الرائحة بواسطة حاسة الشم. ما هذه الرائحة؟ بصل. لقد تعرف صديقنا عبد الرحمن على هذه الرائحة بواسطة حاسة الشم. سوف نستطيع أن نتعرف على هذه الأشياء. التذوق سوف نعرض على زميلي بعض الأطعمة، سنشاهد هل سيتعرف عليها أم لا؟ ما هذا الطعم؟ لقد تعرف صديقنا علي على هذا الطعم، سنشاهد صديقنا. الساحل مارد صافر. حواس الخمس: النظر،
والشمس والتدور والسمح من الله تعالى على نعمة الحواس الخمس.